بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الصادق الوعد الأمين. أبنائي وبناتي الأعزاء، تلاميذ السنة الثالثة ثانوي إعدادي، مرحبا بكم في درس مدخل التزكية العقيدة، أثر القرآن الكريم في تزكية النفس. وأول ما سنبدأ به بإذن الله هو تقويم التعلمات السابقة. سنقوم خلالها إن شاء الله بتصحيح الأنشطة التقويمية للمقطع الثاني من سورة الحديد. سؤال أول كان هو استخرج أو استخرجي من المقطع الثاني من سورة الحديد أمثلة للإخفاء والقلب أو الإقلاب مع إظهار محلها. لاحظت من خلال بعض الإجابات أن بعض التلاميذ استخرجوا أمثلة للإخفاء والقلب والإظهار، ولكن المقصود هنا في السؤال هو إظهار محل الإخفاء والقلب، يعني إظهار النون الساكنة أو التنوين مع حرف الإخفاء بلون مغاير، وكذلك إظهار النون الساكنة أو التنوين مع حرف القلب أو الإقلاب. ولكن على العموم كانت إجابات موفقة. بالنسبة للأمثلة التي يمكن استخراجها فيما يخص كل من الإخفاء والقلب هي الأمثلة التي ستعرض عليكم مع إظهار محلها، يعني إما إحاطة نون ساكنة أو التنوين أو كتابتها بلون مغاير. بالنسبة للقلب أو الإقلاب مثال واحد وتالي مع إظهار محل القلب كذلك. ننتقل إلى السؤال الثاني، ما هو جزاء المنفقين الصادقين وما جزاء الكافرين المكذبين؟ أكيد أن الإجابة ستكون إن شاء الله من خلال ما تعلمناه في المقطع الثاني من سورة الحديد، فيكون بذلك جزاء المنفقين الصادقين هو الأجر الكريم المضاعف أكيد، وما جزاء الكافرين المكذبين سيكون جزاء الكافرين المكذبين هو الجحيم أعاذنا الله منها جميعا. سؤال الثالث، كيف صور الله سبحانه حقيقة الدنيا وما الغرض من ذلك؟ تعلمنا من خلال المقطع الثاني من سورة الحديد أن الله سبحانه وتعالى صور حقيقة الدنيا بالنبات الذي يعجب الزراع ثم يتحطم بسرعة. ما الغرض من ذلك؟ استنتجنا من خلال الآيات التي تعلمناها أن الغرض من ذلك هو التأكيد على أن الدنيا متاع زائل لا يجب الاغترار به. بالنسبة للسؤال الأخير والذي كانت إجابتكم عليه رائعة جدا، كيف يمكن تجسيد قيمة الإيمان بالقضاء والقدر في سلوك الفرد المسلم أمام ما يعيشه العالم مع وباء كورونا؟ حيث ذهب بعض التلاميذ إلى القول بضرورة الإيمان الجازم بالقدر خيره وشره والصبر على هذا المصاب يعني الوباء، مع ضرورة الأخذ بالأسباب الوقائية، وكذلك ضرورة الرجوع لله عز وجل. نتعرف إذن على أهداف هذا الدرس. الهدف الأول التعرف على مفهومي القرآن الكريم وتزكية النفس، استشعار كون القرآن الكريم روح ونور وهدى، التعرف على منهج القرآن الكريم في تزكية النفس، الارتباط بالقرآن الكريم واستثماره في السلوك. وكمدخل لهذا الدرس اخترت لكم قصة لسائحة أجنبية مع بائع أشرطة للموسيقى. هذه القصة إن شاء الله قمت بتقسيمي أو بتقطيعها على حسب محاور الدرس. نبدأ إن شاء الله مع المقطع الأول من هذه القصة. السائحة الأجنبية. يقول شاب كان يبيع شرائط كاسيت أمام أحد المعالم السياحية بالهرم بمنطقة الجيزة بمصر، بأن سائحة أجنبية جاءت إليه وقالت له: أريد شريط موسيقى لتهدئة أعصابي لأني متوترة وأستريح لموسيقى هادئة. فأخذ الشاب يسمعها شريطا تلو الآخر، وفي كل مرة لا يعجبها، حتى قام الشاب على سبيل الخطأ بتشغيل شريط للشيخ عبد الباسط عبد الصمد
فيه تلاوة للقرآن، فإذا بها تتعلق بهذا الشريط وتقول: أنا أريد هذا الشريط. فما هو مفهوم القرآن الكريم؟ قبل أن نمر إن شاء الله إلى بناء مفهوم القرآن الكريم، لابد من التعرف على تمثلاتكم. من خلال السؤال الذي طرحته عليكم في الأنشطة البنائية للدرس، أين ينحصر دور القرآن الكريم في حياتك؟ وما نوع ارتباطك به، يعني الزمان أو الظرفية التي تقرأ فيها القرآن؟ انقسم التلاميذ إلى فئتين: فئة ربطت القرآن الكريم ببعض الأزمنة والظرفيات الخاصة كيوم الجمعة، شهر رمضان، الوفاة، الحزن، الضيق إلى غير ذلك. ومجموعة ثانية أو فئة ثانية ارتأت بأن القرآن الكريم هو منهج للحياة وتزكية للنفس. سنحاول إن شاء الله تصحيح هذه التمثلات من خلال محاور الدرس التي تم جمعها في هذه الخريطة الذهنية التي ستقومون بتدوين كل محور من محاورها بعد أن نقوم بتحليله إن شاء الله. سنحاول إن شاء الله بناء مفهوم للقرآن الكريم تحليل بعض النصوص الشرعية، ولا بأس من التذكير هنا بضرورة تطبيقكم للقواعد التجويدية التي تعلمتموها أثناء قراءة القرآن الكريم. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. صدق الله العظيم. من الذي أنزل القرآن الكريم من خلال الآية؟ من الذي تكلم بالقرآن الكريم؟ رب العالمين. إذن الله سبحانه وتعالى نزل به الروح الأمين. من هو الروح الأمين؟ من هو أمين الوحي؟ نعم، جبريل عليه السلام. على من أنزل القرآن الكريم؟ على قلبك، على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. بواسطة من؟ بواسطة الروح الأمين جبريل عليه السلام، بلسان عربي مبين. ما هي لغة القرآن الكريم؟ هي اللغة العربية. فنستنتج من هذا أن القرآن الكريم هو كلام الله عز وجل أنزله على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل عليه السلام. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الإسراء بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن ياتوا بمثل هذا القرآن لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. صدق الله العظيم. ما المستفاد من هذه الآية؟ اجتمعت الإنس والجن، يعني يجتمع الإنس والجن كلهم على أن ياتوا بمثل هذا القرآن لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. إذا نستنتج من هذه الآية أو المستفاد من هذه الآية أن القرآن الكريم معجز، لا يستطيع أحد أن يأتي بمثله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. رواه البخاري. يعني من لم يقرأ بفاتحة الكتاب تعتبر صلاته باطلة. ما المستفاد من هذا النص الحديثي إذن؟ أن القرآن الكريم متعبد بتلاوته. من خلال هذه الفقرة أو هذه المعلومات نحاول أن نستنتج كيف وصل إلينا القرآن الكريم. نزل جبريل عليه السلام بالقرآن العظيم على قلب النبي صلى الله عليه وسلم بألفاظه ومعانيه وكل ما يتعلق به. تلقى الصحابة الكرام من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن وأعادوه أمامه حتى أقرهم عليه. نقل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن إلى من بعدهم بالطريقة نفسها، وهكذا حتى وصل إلينا. نزل القرآن الكريم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل.
الرسول صلى الله عليه وسلم بلغه للصحابة أو تلقاه الصحابة من فم الرسول صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك قام أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم بنقله إلى من بعدهم، وهكذا عبر الأجيال حتى وصل إلينا. فنستنتج من هذا أن القرآن الكريم نقل إلينا بالتواتر. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الحجر بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق الله العظيم. ماذا نستنتج من هذه الآية؟ أن الله سبحانه وتعالى تعهد بحفظ القرآن الكريم. اذكري اسم أول وآخر سورة من سور القرآن الكريم. أكيد ابتدأ القرآن الكريم بسورة الفاتحة واختتم بسورة الناس، فنستنتج بذلك أن القرآن الكريم مبدوء بسورة الفاتحة ومختوم بسورة الناس. من خلال ما سبق يكون مفهوم القرآن الكريم هو كلام الله المعجز المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل عليه السلام، المتعبد بتلاوته، المنقول إلينا بالتواتر، المحفوظ في المصاحف، المبدوء بسورة الفاتحة والمختوم بسورة الناس. وصف الله سبحانه وتعالى القرآن الكريم بأوصاف عديدة تدل على عظيم فضله وعلو منزلته. نقف على بعض هذه الأوصاف من خلال قوله تعالى في سورة الشورى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. لاحظوا معي: روحا نهدي به. إذا الله سبحانه وتعالى هنا يذكر لنا بعض أوصاف القرآن الكريم. ماذا نستنتج من هذه الآية أو ما هي الأوصاف التي يمكن استنتاجها؟ بطبيعة الحال روح، فالقرآن الكريم روح حين يحل في الإنسان، والقرآن الكريم نور يوضح الصورة وينير القلوب والأبصار والجوارح، هو هدى يرشد العالمين ويهديهم إلى الطريق المستقيم. نكمل تتمة القصة التي بدأنا بها هذا الدرس إن شاء الله. رفض الشاب إعطاءها الشريط وقال لها: هذا شريط القرآن الكريم وأنت غير مسلمة. فصممت السائحة بشدة وأخرجت له 100 دولار على سبيل الإغراء حتى يعطيها الشريط، ولكنه رفض، مما أدى إلى زيادة تمسكها بهذا الشريط، حتى إنها كان في يدها إشارب وضعته على رأسها وقالت له: ها أنا قد لبست مثل المسلمات فأعطني الشريط. ربما إذا سمعت هذا الشريط وأراح أعصابي أفكر في فهم هذا الدين وربما أدخله. فتهلل وجه الشاب فرحا بقولها وقال لها: سأعطيك هذا الشريط هدية لعل الله أن يهديك إلى الحق وتدخل الإسلام. وأخذ منها الإيميل الخاص بها ووعدها بالتواصل. وكان هذا الشاب غير ملتزم ولا يحافظ على صلاته، ولكن كانت عاطفته للإسلام جيدة. لكنه يقول: في هذه الليلة تحسرت على حالي وكيف أننا نترك هذا القرآن العظيم، وبكيت مع نفسي كثيرا، وقررت أن أتوب وأن أحافظ على صلاتي وأن أصاحب القرآن الكريم، فتغيرت حياتي وشعرت براحة وسعادة لم أكن أحلم بها، حتى أنني غيرت تجارتي إلى التجارة في شرائط القرآن الكريم والخطب والمواعظ. وتواصلت مع السائحة الأجنبية فقالت لي بعد حوالي شهرين: أريد أن أسمعك كلمة سوف تفرحك، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله،
وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. أثر القرآن الكريم على مسار حياة كل من السائحة الأجنبية والشاب بائع الأشرطة. فما هو مفهوم تزكية النفس وما هو منهج القرآن الكريم في ذلك؟ يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الشمس بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. صدق الله العظيم. لنحاول أن نعرف أو نفهم معنى زكاها في الآية. إذا الله سبحانه وتعالى يخبرنا في هذه الآية أنه خلق النفس وأكملها لأداء مهمتها فألهمها، فبين لها الله سبحانه وتعالى طريق الخير وطريق الشر. قد أفلح من زكاها، هنا قد فاز من طهر نفسه ونماها، وقد خاب من دساها. دس يعني أخفاها في المعاصي. معنى زكاها هنا في الآية إذن هو طهرها، وفي اللغة العربية يقال زكى المال إذا نما وزكى القلب إذا طهر. وهذه الأمور تعرفنا عليها في درس الزكاة، في تعريف الزكاة هي النماء والطهارة لغة. فيكون بذلك مفهوم تزكية النفس لغة مصدر زكى الشيء يزكيه أي طهره، واصطلاحا تطهير النفوس وإصلاحها، وذلك بحصول ما ينفعها ودفع ما يضرها. تعرفنا من خلال المقطع الثاني من سورة الحديد على حقيقة الدنيا، وبذلك يدرك الإنسان قيمتها، الأمر الذي يقتضي منه أن يسمو عنها بنفسه، ولا يكون ذلك إلا بتزكية النفس. فكيف تتحقق هذه التزكية؟ إذا تحققت التزكية أو تزكية النفس بالنسبة للسائحة الأجنبية والشاب بائع الأشرطة بأمرين رئيسيين. ما هما التغذية والتحلية. السائحة الأجنبية تخلت عن الكفر واعتنقت الإسلام، والشاب بائع الأشرطة قرر التوبة والمحافظة على الصلاة ومصاحبة القرآن الكريم، وقال بأن حياته تغيرت إلى فرح وسعادة لم يكن يحلم بهما. فكيف تتم التخلية؟ إذن التخلية تكون بتطهير النفس من أمراضها وأخلاقها بذيلة، أما التحلية فتتم بتنمية النفس بالأخلاق الفاضلة. هناك قاعدة عند العلماء يقولون فيها التخلية قبل التحلية، يعني أتخلى عن أمور عن معاصي أو غير ذلك وأتحلى بفضائل الأخلاق وفضائل الأعمال. وقبل أن نقف إن شاء الله على بعض معالم منهج القرآن الكريم في تزكية النفس، لا بأس من التذكير بأن القرآن الكريم هو دستور الأمة الإسلامية وضامن سعادتها الدنيوية والأخروية، فكله حكم وأسرار ومبادئ وقيم ولطائف ربانية تتوق النفوس للاسترشاد بها. نقتصر إن شاء الله في معرفة هذه المعالم على تحليل بعض الآيات من السورة المؤطرة. نبدأ على بركة الله في تحليل هذه الآيات بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. يقول الله سبحانه وتعالى كذلك بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: له ملك السماوات والأرض
وإلى الله ترجع الأمور. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. صدق الله العظيم. أين يتجلى المنهج القرآني في تزكية النفس؟ من خلال هذه الآيات. وقد سبق لكم الإجابة على ذلك في الأنشطة أو من خلال الأنشطة البنائية التي توصلتم بها، إذا تصحيح الاعتقاد وترسيخ الإيمان وتعميق المعرفة بالله عز وجل. يقول سبحانه وتعالى كذلك بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأذكر بضرورة الاجتهاد من أجل ترتيل القرآن الكريم وتلاوته بتطبيق القواعد التجويدية التي تعلمتموها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. صدق الله العظيم. إذن أين يتجلى المنهج القرآني في تزكية النفس؟ من خلال هذه الآية. أين يتجلى؟ آمنوا بالله. إذن الدعوة إلى الإيمان والإنفاق في سبيل الله. يقول الله سبحانه وتعالى كذلك، لازلنا مع الصورة المؤطرة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم يان للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. صدق الله العظيم. أين يتجلى المنهج القرآني في تزكية النفس؟ من خلال هذه الآية. نعم، ممتاز. الدعوة إلى الخشوع والنهي عن مشابهة أهل الكتاب. يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. صدق الله العظيم. إذا أين يتجلى المنهج القرآني هنا في تزكية النفس؟ ممتاز، وقد أحسنتم الإجابة عليها في الأنشطة البنائية. تزكية النفس بالحث على المسارعة إلى التوبة والعمل الصالح. يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، والله لا يحب كل مختال فخور. صدق الله العظيم. أين يتجلى المنهج القرآني في تزكية النفس هنا؟ من خلال هاتين الآيتين. ممتاز، تزكية النفس بالدعوة إلى الإيمان بالقضاء والقدر ودم الكبر والخيلاء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. صدق الله العظيم. أين يتجلى المنهج القرآني في تزكية النفس؟ من خلال الآية. ممتاز، تزكية النفس بالدعوة إلى الإيمان بالرسل عليهم السلام وإقامة العدل. يمكن إجمال تجليات المنهج القرآني في تزكية النفس فيما يلي: تصحيح الاعتقاد وترسيخ الإيمان وتعميق المعرفة بالله،
الحث على التقوى ولزوم الطاعة وتعظيم الشعائر واجتناب الفواحش والمحرمات، الدعوة إلى فضائل الأخلاق من صبر وتواضع وعفو وإيثار. ولكي تتحقق التزكية لابد من تدبر القرآن الكريم. إليكم بعض الوسائل المساعدة في تدبر القرآن الكريم: حب القرآن الكريم والمداومة على تلاوته، تحري الأوقات، استشعار القارئ أنه هو المخاطب، تكرار الآية والتجاوب معها. ننتقل الآن إلى تقويم التعلمات. ستكون إن شاء الله عبارة عن أنشطة تقويمية ستقومون بإنجازها وإرسالها عبر البريد الإلكتروني. سؤال الأول: حدد مفهوم كل من القرآن الكريم وتزكية النفس. سؤال ثاني: ستجدون إن شاء الله قصة الرجل الغني مع الشاب الصالح وتأثير القرآن على مسار حياته، ستجدونها إن شاء الله في تطبيق مدارس مع الأنشطة التقويمية. ما عليك هو أن تقرأ القصة وتبين كيف يمكن للقرآن الكريم أن يؤثر على نفس الفرد في وقتنا المعاصر فيزكي نفسه. عليك أن تقترح برنامجاً أو برنامج عمل لتقوية علاقتك بكتاب الله تلاوة وتدبرا. وعوض ما سنتخذ القرار، لا يمكن أن أتخذ القرار نيابة عنكم، فالمطلوب منكم في السؤال الأخير انطلاقا من تمثلاتكم، يعني كل واحد منكم أرسل لي تمثلا من التمثلات هو يتمثله في سلوكه. الآن بعد دراستك للدرس وتعرفك على منهج القرآن الكريم في تزكية النفس، ما هو السلوك الذي ستتمثله إن شاء الله؟ بالنسبة للقيم المستفادة: قيمة التوحيد، الإيمان، الخشوع، الاستقامة، التزكية، التقوى والهدى. التواصل: عنوان بريد الإلكتروني وتطبيق إيمدارس. بناتي وأبنائي الأعزاء، شكرا لكم على حسن تتبعكم واستماعكم. حفظكم الله ورعاكم وعجل لي بلقياكم إن شاء الله. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. بناتي وأبنائي الأعزاء، إلزموا بيوتكم حفاظا على أنفسكم وأهليكم ووطنكم. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.